بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول: هل المسح على الجبيرة والضماد يكفي عن التيمم، وما شروط المسح على الجبيرة؟ نعم، إذا كانت الجبيرة على قدر الحاجة فإنه يكفي المسح عليها ولا يتيمم. أما إذا كانت الجبيرة زائدة عن محل الحاجة فإنه يجب نزعها وقصرها على محل الحاجة، فإن شق نزعها فإنه يتيمم عن الزائد، يمسح ويتيمم، يمسح على ما كان على محل الإصابة ويتيمم عن الزائد الذي يشق عليه نزعه. نعم. يقول: وشروط الجبيرة أن لا تزيد عن الحاجة، أن يكون محتاج إليها، أما لو وضعها وهو لا يحتاج إليها فلا يجوز له المسح عليها.